عندك مرض ايه يا نايف؟ قرنية مخروطية. في عين واحدة ولا في العينتين؟ لا بالعينين. ابتدى الموضوع من عندك من كام سنة يا نايف؟ اكتشفت انا ب 2011 يعني. من قريب يعني؟ اه. وتعرفتها ازاي؟ كيف عرفتها؟ بالفحوصات، كنت بالمستشفى وعملوا لي بعض الفحوصات. كنت انت ايه اللي انت شعرت بيه؟ ايه اللي خلاك تروح المستشفى اصلا؟ لا انا كنت احسب انه ضعف نظر عندي، وقالوا لي انه يبالي تثبيت قرنية، لانه طلع مش ضعف نظر، قرنيه مخروطيه. طلعت قرنيه مخروطيه. اهم عن الفحوصات. وابتدت الكمين اضعف اكثر، اليمين ولا اليسار؟ لا بدينا باليمين، عملت عمليه انا ب 2011 عشان اليمين اضعف كانت. تمام. وعملت عمليه ايه؟ تثبيت قرنيه. والعين اليسار عملت فيه عمليه ايه؟ كمان تثبيت قرنيه. دلوقتي انت عامل اليمين من 4 سنوات. أوه. واليسار عاملها امس. ايوه. ايه رايك في تثبيت القرنيه بالطريقه القديمه في اليمين اللي بيتم فيها إزالة الخلايا، وتثبيت القرنية اللي احنا عملناها امبارح اللي هي بطريقة الجيب بالفينتو سكند ليزر؟ لا في اختلاف. الأجهزة بالعملية حق أمس كانت الأجهزة أفضل متطورة، أما العملية القديمة حق العين اليمين كانت طريقة قديمة شوية، كان في ألم شديد على مدى العملية كامل. وكمل الألم كمان بعد العملية ولا بس أثناء العملية؟ لا وقت العملية وبعد العملية كمان يومين كان الألم، كان في ألم، والوقت كمان كان ساعتين، كان وقت طويل. واعتقد كمان كان بالتقنية القديمة كان في عدسات لاصقة، صح كده ولا غلطان؟ ايوه شالت بعد 4 أو 5. ايوه. اليسار زمن العملية كان تقريبا قد ايه برضو؟ انا عارف بس عايز لا تقريبا 15 الى 20 دقيقة بس. وكأي رأي كان في ألم فيها؟ لا ابدا لا ولا اي الم. قدرت امبارح ان انت تقعد مع اهلك في الصاله وتخرج وكده؟ ايوه طبيعي. الحمد لله، نعمه وفضل من عند الله. الحمد لله. انت شايف ان في فرق ما بين التقنيه القديمه والتقنيه الجديده؟ ايوه طبعا. ربنا يكرمك ان شاء الله، وعقبال كمان ما النظر يتحسن بالتدريج ان شاء الله، ويصلح حالك باذن الله ان شاء الله. مع السلامه.